السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله تعالى غادي نشوفوا في هذا الفيديو مع بعضنا واحد الشرح شامل بالنسبة للضريبة على السيارات في المغرب من طرف المديرية العامة للضرائب. إن شاء الله تعالى هذا الفيديو غادي يكون فيه جميع المعلومات وتصحيح المعلومات المغلوطة الرائجة بالنسبة للقانون الجديد اللي جا في 2023. كاين البعض اللي كيقول لك راه السيارات اللي فايتين 10 سنوات ما بقيتش غادي يخلصوا الضريبه، غادي يتعفاو من الضريبه. كاين اللي كيقول لك راه الاثمنه ديال الضريبه راه تزادوا، كاين اللي تيقول بقاو هما. المهم حنا ان شاء الله تعالى غادي نصحوا جميع هاد المعلومات، وبما في ذلك نوريو الناس حتى اللي ما كيعرفوش بالنسبه للاثمنه ديال اللي يشوفوا اللي عندهم كيفاش يلقاوهم، كيفاش طريقه ديال الدفع عبر الانترنت وجميع المعلومات والشرح. وحتى اللي ما فهمش شي حاجه راه ممكن يقولها لنا في التعليقات ونشرحوا معاه على حده، على كل واحد بوحده ان شاء الله تعالى. على بركه الله نبداو هذا الفيديو. بالنسبه للناس اللي بغاو يعرفوا الاثمنه ديال لي فيوكي اللي عندهم او العربات شحال تيخلصوا ديال الضريبه، كاين ناس ديال هذا الجدول هذا، كاين حتى اللي ما كيعرفش يقرا حنا نوريه ليه بطريقه بسيطه. الطوموبيلات اللي الفوق راه ايسونس، والطوموبيلات اللي لتحت راه غازوال اي مازوت. الطوموبيلات اللي قل انفيريور ا 8 شوفو اللي قل من 8 ديال الخيل كيخلصوا ويسانس، كيخلصوا 350 درهم. عندك سيدي 6 الخيل 5 4 6 7 انت كتخلص 350 درهم بالنسبة للضريبة السنوية ديالك. عندك ما بين 8 و 10 ديال الخيل كتخلص 650 درهم، دائما حنا غاديين مع صحاب ليسونس. عندك ما بين 11 و 14 كتخلص 3000 درهم، عندك 15 او فوق 15 كتخلص 8000 درهم. بالنسبة للمازوت عندك قل من 8 راه كتخلص 700 درهم، ما بين 8 و 10 كتخلص 1500 درهم، ما بين 11 و 14 كتخلص 6000 درهم، عندك اكثر من 15 كتخلص 20000 درهم. هذا بالنسبه للاثمنه ديال دار الضريبه، وراه باقيين كما هما، ما تزادوا ما حتى شي حاجه، داكشي اللي فيهم راه هو اللي فيهم. هذا من جهه، من جهه بالنسبه للناس اللي تيقول لك بالنسبه للطوموبيلات اللي فايتين 10 سنين، لا، هادوك بالنسبه للناس اللي كيكونوا حاطينهم في شي كراج ما كيستعملوهمش ولا بهم شي حاجه، ولا بالنسبه لدوك اللي عندهم طوموبيلات قدام، دوك الانتيكا اللي كيحطوهم في شي كراج كيشوفها واقف في دارهم ولا في شي حاجه، هذوك هما اللي بيتعفاو. كتمشي يا سيدي لواحد، كاينه مسطره خاصه بهم، كتمشي لا فيزيت كدير لها واحد الورقه وكتديها لدار الضريبه، هي اللي كتعطيك هذيك الورقه ديال هاد الطوموبيل راه ما كتسيركيليش لاسباب كتعمرهم نتايا، عاد كتعفى من دار الضريبه. الى عقلتوا في الحكومه ديال بن كيران راه كان عافي الطوموبيلات اللي فايتين 25 سنه، كانت عندهم واحد الورقه ديال الاعفاء الضريبي وكيسيركيليو نيت وما كيخلصوا لا ضريبه لا حتى شي حاجه. هذا هو اللي كاين. الى كانت عندك انت شي سياره انتيكا ولا ما كتستعملهاش ولا هي حاطها سد عليها في شي كراج، انت مثلا نفترضوا انك حاط واحد البورش كايان تتخلص عليها واحد 8000 درهم وعارف راسك انت ما غاديش تستعملها في 2023، كتمشي كتخرج واحد الورقه في بدايه السنه وكتجيب على شكل التزام بانك انت هاد العربه راه ما غاديش تسيركيلي على برا، ولا سيركيلات راه تتبقى على المسؤوليه ديالك ديك الساعه، وكاين عقوبات ومسطره اخرى. على اين نرجعوا لطريقه ديال الدفع؟ راه طريقه الدفع راه كاينين بالنسبه في كاش بلس، كاينين في ليزاسيرونس، كاينين في ليزاجونس، على افهمني شي اي قنت راه كيخلصوا. سينو بغيتي انت تخلصها من الكونت بونكير ديالك في التليفون ديالك، كتجي يا اخي كتكتب هنايا فينيت ماروك وكتدخل للسيت الاولاني في جوجل، ها هو فينيت، كتبوها فينيت ماروك في جوجل، كندخل لما فينيت بوان ما السيت الثاني عفوا، كنجي لهنا راه حاطينو في السيرفاس، كيدير ليك بيي ما فينيت اي واش ندفع الضريبه ديالي الخاصه بي، كندير نعم، كنجي هنا كنعمر الماتريكولاسيون ديال الطوموبيل ديالي مثلا، كنختار من هنا واش باء ولا الف ولا على حسب الجهه، مثلا 6 بويسونس فيسكال 6 ولا على حسب بويسونس فيسكال هي عدد الخيل، شوف شحال عندك نتايا،
تيب دو كاربيرون، واش ديزل ليسانس الكتريك ولا هيبريد؟ على حسب انتاش عندك. ديزل راه هو المازوت، ليسانس راه باين، الكتريك راه هي كهربائي، و هيبريد راه ايسانس و مازوت وموتور ديال الكهرباء. سا ديبون على ود كل وحده. مثلا كتجي هنا كندير اني ريغلي اش من فينيت اللي بغيت نخلص. فوتخ ادريس ايميل، هنا كنكتب لي مايل ديالي، هنا كنكونفيرميه وكنكليكي على هاد الكود ديال كاباتشا وكنكتب فاليدي، وراه تيطلعوا لي الورقه ديالي باش نطبعها والمعلومات البنكيه ديالي كيفاش الطريقه ديال الدفع هنايا. في الحاله ديال الى فقدتي هذاك الريسي نتايا، مثلا خرجتيه وطو ضر ليك، ولا كنتي في كاش بليس خرجتيه من كاش بليس ولا شي حاجه وطو ضر ليك، كنجي لجوجل كنكتب فينيت ماروك وكندخل للسيت الاولاني فينيت ماروك، كندخل للسيت الاولاني كنجي كنلقى هاد ثلاثه، ها هي كونسولتي اي ابريمي فوتغ اتيستاسيون، كونسولتي ابريمي، كندخل كنكتب اش من اني اللي بغيت انايا، ما تعطيوك لا بوسيبيليتي ديال تيليشارجي اي عام بغيتي نتايا. مثلا كندير 2023، كنعمر هاد لي زانفورماسيون، هنا الماتريكول راه هي رقم التسجيل، هنا كنختار واش ديزل ليسونس ولا شي عندي، بويسونس فيسكال ما القوة الجبائية ولا عدد ديال الخيل، وكنكتب هاد الكود كاباتشا وكما مكتوب، وكندير غشيخ راه كيطلعوه عليا باش نتيليشارجيه. هذا ما كان، نتمنى ان شاء الله تعالى نكونوا استفدتوا معنا في هاد لا فيديو، ولاي استفسار او حاجه خصاتك في هذا الموضوع هذا خبرنا في التعليقات، راه نقفوا معك ان شاء الله تعالى باللي قدرنا عليه. نهاركم مبروك ونتلاقاو في فيديو جديد، ما تنساوش تدعمونا باشتراك في القناه واعجاب الى عجبك لا فيديو.